عيش غني لمده 10 سنين او ما موت بس ضلني فقير؟ اكيد ما بدي ضل فقير، شو بدي بالحياه الابديه اذا رح ابقى معطر؟ مايكل اكيد نقيت انه ما تموت مثلنا صح؟ لا نقيت انه عيش غني لمده 10 سنين. بس يا زكي بعد 10 سنين رح تموت. ايه بعرف هيدا الشيء، بس شو بدي بالحياه اذا حضلني فقير؟ طيب على راحتك، تجي تاكل معنا اندومي؟ اندومي؟ مين بعد ياكل اندومي؟ انا يا عيني ما باكل الا سوشي. كثير حلوه حياه الغنايه. مايكل انا كثير بحبك. مايكل بليز بس صوره. مايكل انت كثير مهضوم. لمين بدك تترك المصاري بس تموت؟ مايكل تعال روح ناكل برا. لحظة لحظة، في حدا سأل سؤال كتير غريب. هيدي أنا كنت بدي أعرف لمين بدك تترك المصاري بعد ما تموت، لأنه وقتك قرب يخلص. ما فكرت شو رح يصير بس تموت أو وين رح تروح المصاري؟ لا ما فكرت بهيدا الشيء. طبيعي العالم بس يشوفوا المصاري بيطمعوا، بس تذكر شو نفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ مرحبا، بدي أشتري حياة. بس ما فيك تشتري حياة بالمصاري. بالمصاري فيك تشتري اللي بدك اياه. ايه بس قل لي على الشغلة، شكلك علقان على الكبيرة، ما فكرت قبل ما تختار؟ شو بدي اعمل؟ بعد معي بس يوم وبموت، ما بقى عندي حلول. شو؟ لا ما بدي موت، اكيد رح اختار هيدا الخيار. هاي شباب. هلا تذكرتنا؟ بس كنت غني، ما كنت بتعرفنا، بس صرت فقير، بدك ايانا نكون رفقة؟ ما بدنا اياك تكون رفيقنا. مايكل بدك نروح ناكل سوشي؟ لا اليوم بدي اكل انا وياكي اندومي. اندومي اكيد لا، انت رجعت فقير، انا ما فيني ضل مرتبطه بشخص فقير. ايه بس نحن كنا خطبين وبدنا نتجوز. انت قلنا كنا وهلا بطلنا. طيب شو بالنسبه لوعودك انه بتعيشي معي على الخبزه والزيتونه؟ شوف حبيبي نعم انا قلت لك مستعده اعيش معك على الخبزه والزيتونه، بس بدنا مصاري لنشتري الخبزه والزيتونه، وبدك سياره لتروح تجيب فيهم الخبزه والزيتونه، وبدنا بيت لناكل فيه الخبزه والزيتونه، وانا بني ادمي يعني بدي اكل الخبزه والزيتونه بكوفي شوب لما ازهق، ومش كل خبز خبز ومش كل زيتون زيتون، وانا اصلا بابي معودني على الزيتون الاسباني وخبز التوست.